السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام بالفوز بالآخرة وحسن الختام. وقال الإمام الصادق: رؤية قبر الرسول في المنام تدل على الصلاح في أمور دين الرأي ودنياه. ويقول ابن سيرين: زيارة قبر الرسول في المنام تدل على اتباع سنته ومنهجه، ومن رأى أنه يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن في الحلم فهذا يدل على اتباع الحق والابتعاد عن الباطل. فيما رؤية قبر الرسول أو أبو بكر وعمر في المنام فتدل على التوبة النصوحة ونيل المغفرة. ويقول ابن سيرين: قراءة الفاتحة على قبر الرسول في المنام تدل على الهدى والصلاح بعد الضلالة، والبكاء عند قبر الرسول في المنام دليل على العودة إلى الرشد وترك المعصية. فيما قال ابن سيرين: تراب قبر الرسول في المنام دليل على المال والرزق، ومن رأى أنه يمسك تراب قبر الرسول في الحلم فهذا يدل على كسب المال الحلال. أما رؤية نقل قبر الرسول في المنام فتدل على التغيير في أحوال الرأي والصلاح في دينه. ويقول النابلسي: رؤية نبش قبر الرسول في المنام دليل على اتباع الرأي سنته وتعاليمه، ورؤية جنازة الرسول في المنام تدل على وقوع مصيبة وهول عظيم في حياة الرأي. قال ابن سيرين: رؤية قبر الرسول في المنام للرجل تدل على التوبة والهداية، وتقبيل قبر الرسول في الحلم للرجل يدل على نيل المنافع والمكاسب، ورؤية قبر الرسول في المنام للمتزوجة دليل على التقى والصلاح. أما الحلم بقبر الرسول في المنام للفتاة العزباء فهو يدل على استقامتها في دينها ونيلها للخير الكثير في حياتها. أما رؤية قبر الرسول في المنام للمطلقة فهو دليل على صلاحها في دينها، وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام المطلقة فهو دليل على التخلص من الشدائد والظلم. فيما رؤية قبر الرسول في بلاد الحامل دليل على ولادتها بخير وسلامة هي وطفلها إن شاء الله. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.